وي لبنات، السلام عليكم. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. لبنات خوتي اخواتاتي، واش راكم؟ صافا الحمد لله. اليوم الجمعة، يوم ما شاء الله، يوم فيه الصلاة على النبي. لا تنسوا الصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبنات وش راكم؟ وش راكم مع الحال والأحوال؟ ما شاء الله لبنات، شوفوا الجو، الجو الجو الجو، ما شاء الله ما شاء الله، الجو خريفي، الجو تاع الخريف. لبنات فوالا، البنات ابقوا معايا وان شاء الله. Pour les filles, pour les femmes qui m'ont demandé de leur expliquer la recette pour tomber enceinte, la recette, elle m'a demandé la dame de lui expliquer en français. Inch'Allah, madame, si vous êtes en train de m'écouter, Inch'Allah, je vais programmer un jour pour vous donner la recette pour tomber enceinte. Inch'Allah, je vais vous expliquer, parce que elle voulait que je lui explique en français. Inch'Allah, je vais faire un jour pour vous expliquer, Inch'Allah. Parce que pour le moment, je suis un peu occupée, mais Inch'Allah, dans les jours qui viennent, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer. Voilà ma sœur, c'est juste pour que Inch'Allah, dans les jours qui viennent, Inch'Allah, je vais vous faire la recette, Inch'Allah. Voilà. À part ça, lebnat, les filles, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est le vendredi. Je sors un peu, je vais faire un petit tour, Inch'Allah. Et voilà, je suis en train de vous montrer, voilà, les arbres et tout. Voilà, lebnat, قعدوا معايا. وي البنات، انا وليت لكم. ما تنساوش البنات، ديروا لنا الدعاء، ديروا لي الدعاء لبابا، ربي يشفيه. بابا وشي مريض، ديروا لي الدعاء البنات، سي فو بلي بارطاجيو لا فيديو، ديروا لي الدعاء يا البنات. فوالا فوالو، فوالا البنات، فوالا جو سوي ان ترين دو مارشي، راني نهضر معاكم، نفرغ شويه في قلبي. ايوي الغربه يا البنات، ان شاء الله هذوك النيران اللي في الجزائر، ربي يبرد هذوك النيران ويبرد هذه المشاكل، وان شاء الله ترجع المياه لمجاريها، وان شاء الله البلاد تسقم، والعباد هذو اللي مغبونين الله ينحي غبينتهم، والله يوحد صفوفنا ان شاء الله. سي تريست، سي تري تري تريست بور الجيري، بور البلاد، بور الناس، بور العائلات اللي راهم منكوبين. ان شاء الله ربي يفك غبينتهم وربي معاهم ان شاء الله. ورانا ندعيو لكم، ما نسيناكمش بالدعاء، الدعاء الدعاء ثم الدعاء ان شاء الله البنات. فوالا فوالو، شوفوا البنات هذا السكنان، شوفوا سي اون سال دي فيت لي زونسيان. سبحان الله، ici on dirait les États-Unis البنات، on dirait راكي في les États-Unis. سبحان الله. Voilà les bnat, voilà voilou. Eh oui, malheureusement, on est loin de nos parents, de nos familles, de tout le monde. Franchement, rien à dire. Rabbi subhanahu hakda dunya, واحد في الغربة واحد. Mais franchement, aussi. الله يرحم قال لي ماتوا بالكوفيد، باسكو سمعت بحباباتي، وحيده عيطت لي وقالت لي على بنت الحومه، وحده من بنت الجيران ماتت الله يرحمها. ربي يرحمها، ربي يرحم قاع الناس اللي ماتوا بالكوفيد. فوالا نرحموا اليوم الجمعه،
ونصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البنات ولا البنات، جو سوي ان بو تريست باسكو نسمع بالناس اللي ماتوا والناس سي فريمون 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 سي تريست. فوالا فوالا فوالو. اي با البنات واش نقول لكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين. لفي ما بقى لي إلا نقول لكم بسلام عليكم بسلام عليكم. ici على بالكم l'Angleterre c'est que du sport، الناس قاعد تجري بلي فواتور. فوالا اي با نقول لكم بسلام عليكم اي ا بيانتو ان شاء الله. فوالا البنات راني رايحه نتجول. فوالا السلام عليكم، وتهلاو في روحكم وديروا لنا الدعاء وما تنساوناش بالدعاء البنات. فوالا فوالا فوالو، السلام عليكم، خليتكم بخير ان شاء الله، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم البنات.